واحد من القصور الراقية والفاتنة التي تجذب الزوار والسياح في تركيا. اليوم قررنا زيارة أحد هذه القصور وهو قصر تشيراغان. كلمة تشيراغان سرايي تعني النور أو المصباح بالفارسية. وكما يقول المثل لكل شيء من اسمه نصيب، كل حجر فيه نور يبعث في أركانه قصص الماضي وتفاصيل ترويها أسواره البيضاء وكأنها تعانق حديقته الواسعة والفناء المطل على البوسفور. تاريخيا بدأ بناؤه في عام 1934 وانتهى في السبعينيات من القرن نفسه. أساس القصر وضع عام 1955 بطلب من السلطان عبد العزيز الذي أراد بناء كبيرا يكون فيما بعد نصبا لعهده وبصمة خاصة به، لكن هذا البناء استعمل فيما بعد كمكب لنفايات المدينة مدة 40 سنة، كما تحول إلى ساحة للعب كرة القدم. بعد ذلك تولى مهندس القصور الشهير سيركيس بالايان وشريكه كريكور نارسيسان أعمال بناء القصر، واستعمل كمبنى للمجلس النيابي عام 1909، لكنه تعرض للحريق في العام التالي. وهذه بعض المعلومات السريعة عن هذا القصر. في القصر تم حبس السلطان عبد العزيز وعائلته بعد عزله، ووجد ميتا دون معرفة الأسباب. أيضا في هذا القصر كانت الإقامة الجبرية للسلطان مراد الخامس مدة 29 سنة. وفي عام 1986 قامت مجموعة فنادق كامبسينكي بشراء القصر، فتحول القصر إلى سلسلة الفنادق الشهيرة. خضع القصر لعمليات ترميم وتجديد متعددة انتهت في 20 نيسان أبريل عام 2006. في الوقت الحاضر يستضيف القصر الكثير من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية. والآن لندخل إلى القصر ونلقي نظرة على مقتنياته وسحره. يتألف البناء من 3 أقسام، هي البناء الرئيسي والحرملك وبناء الأغوات. تصميم القصر من الداخل يحتوي على عدد من الغرف المزينة بسجادات فريدة من نوعها، ومفروشاتها مطلية بالذهب والصدف، وأصبح القصر مكاناً لانعقاد الكثير من الاجتماعات الهامة. تبلغ مساحة القصر 80,000 متر مربع، مبنية من الرخام، وتقع المقصورة التي أنشأها السلطان سليم الثالث عام 1800 وخانة المولوية في منطقة بيشكتاش في إسطنبول. يذكر أنه أعطيت الأرض المحصورة بين أسوار القصر الذي تحول إلى رماد إلى نادي بيشكتاش الرياضي في إسطنبول، الذي استخدمه لاحقا كمنصة شرف.